السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. شاهد رد علاء مبارك على الرئيس الفرنسي ماكرون، ولكن إذا كنت مسلم ادعمنا بلايك لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو. دخل علاء نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على خط أزمة تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون حول الرسوم التي اعتبرت مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مطالبا العالم الإسلامي باتخاذ موقف موحد للرد على هذه الإساءة. وقال علاء مبارك عبر صفحته الرسمية تويتر: ليس فقط بمقاطعة البضائع يكون الرد على الإساءة للإسلام وعلى الرسوم المسيئة لسيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتابع: لكن بموقف إسلامي موحد يرفض تصريحات ماكرون المستفزة ويطالب فرنسا بموقف حيال هذه الإساءة لرسولنا الكريم ولا تحترم مشاعرنا كمسلمين. وأشار علاء إلى أن هذه التصريحات تزيد من ثقافة الكراهية. وخلال الأسابيع الماضية نشرت في فرنسا رسوما مسيئة للنبي محمد والتي أثارت استياء العديد من البلدان العربية والإسلامية، لكن الرئيس ماكرون علق على هذا الأمر بأن الدولة لم تتدخل في شؤون الصحافة ولن تعرقل حرية التعبير عن الرأي. وتوترت الأمور في فرنسا بشكل كبير بعد مقتل مدرس فرنسي على يد لاجئ شيشاني بسبب عرض الأول على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد، لكن التوتر بلغ ذروته بعدما قال ماكرون إن فرنسا ستواصل نشر الرسوم الساخرة. ويوم الأحد عاد ماكرون للتأكيد على موقفه في تغريدة باللغة العربية قال فيها: لا شيء يجعلنا نتراجع أبدا، نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، لا نقبل أبدا خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني، سنقف دوما إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية. وردا على باريس انطلقت دعوات شعبية لمقاطعة المنتجات الفرنسية من قبل مسلمي العالم الذين يتجاوز عددهم 1.5 مليار مسلم. وفي بعض المناطق حازت هذه الدعوات بتأييد رسمي أو شبه رسمي، وفيما طالبت الخارجية الفرنسية الدولة الإسلامية بعدم مقاطعة منتجاتها في بيان اتسم بالحدة وانتقاد هذه الدعوات. لكن مواقف الإدانة انتقلت من النطاق الشعبي إلى الرسمي مع صدور بيانات عن وزارات الخارجية وهيئات حكومية في عدد من دول العالم العربي والإسلامي تدين الرسوم وتنتقد الموقف الفرنسي. وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون يوم الجمعة أن الإسلام ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم، مشيرا إلى أن الإسلام يحاول خلق منظومة موازية لإحكام سيطرته في البلاد. وأكد ماكرون خلال مؤتمره الصحفي نقلته الوكالة الأوروبية أن الإسلام دين يمر اليوم بأزمة في جميع أنحاء العالم ولا نراها في بلادنا فقط، مشددا على كونها أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصولية والمشاريع الدينية والسياسية التي تؤدي إلى تصلب شديد للغاية. وقال ماكرون إن على الدولة الفرنسية مكافحة الانفصالية الإسلامية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع مضاد. وتابع ماكرون: هناك في هذا الإسلام الراديكالي الذي هو صلب موضوعنا إرادة علنية لإظهار تنظيم منهجي يهدف إلى الالتفاف على قوانين الجمهورية وخلق قانون موازي